افتتاح معرض أوريكا السنوي في ليبيا. أقيم حفل افتتاح معرض أوريكا 2015 السنوي للصناعات الغذائية في لبيال برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون وبحضور حشد من الشخصيات. فرعون ألقى كلمة أشار فيها إلى أن القطاع الخاص اللبناني سيبقى صامدا وسيستمر. وهذا التحدي وهذا الإيمان استطعنا من خلاله سنة 2014 أنه يكون في نمو بالقطاع السياحي. بالشقة الصيفية كان في نمو أكثر من 23-24%، آخر السنة عم نحكي عن 25-30%، خلال أول 3 أشهر عنا كان نمو 28% لعدد الزوار إلى لبنان، وحتى الخليجيين وبالرغم الأزمة اللي عم تسمعوا فيها كان في زودة 100% للخليجيين اللي جايين على لبنان. رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير لفت في كلمته إلى أن المعرض محطة أساسية للتطوير والابتكار. هذا الإصرار لإقامة معرض أوريكا الذي لم يعد موعدا يتجدد سنويا فحسب، إنما محطة أساسية للتطوير والابتكار بكل ما له علاقة بعالم الضيافة، وكذلك لإعطاء المؤسسات السياحية اللبنانية لا سيما المطاعم مساحة واسعة للتعرف على آخر الابتكارات في مجال الضيافة والاطلاع على مختلف المطابخ العالمية. المعرض الذي افتتح مساء أمس يستمر حتى الخميس المقبل. وإلى الأخبار.